السلام عليكم، رمضان كريم علينا وعليكم. موضوعنا لهذا اليوم هو الجو تاج هوت ستارت تاج بوليمريز من شركة بروميجا بالتنسيق مع مكتب التقدم العلمي شركة آسكو. وياكم أحمد ناصر من قناة جيكمان، الوكيل الحصري لشركة بروميجا وعدة شركات أخرى. أول شيء نحن نجي نتكلم عليه هو DNA بوليمريز. DNA بوليمريز بالخلايا الحية أو البكتيريا، شنو الفائدة من عنده؟ إنه هو يصنع لنا DNA من DNA الأول، أو يسوي لنا ريبليكيشن. دائما بعملية نحتاج DNA بوليمريز بعملية ريبليكيشن إنه يضيف قواعد نيتروجينية ويسوي لي DNA جديد. يستخدمونه دائما بالأجهزة البي سي آر العادي والريل تايم بي سي آر، بس يستخدمون نوع اللي هو تاج DNA بوليمريز اللي هو يستحمل درجة حرارة عالية بدون ما يتكسر، اللي هو ثيرموستيبل DNA بوليمريز. مين ماخذينه؟ ماخذينه من ثيرموس اكويتيكاس، بكتيريا تعيش بالينابيع الحارة. شنو هذا الصفات مادة؟ اللي هو اوبتيمم تيمبرتشر مادته، الاكتيفيتي اللي يصير عالية مادته بين 72 الى 80 درجة مئوية. الهالف لايف مادته اللي هو عمر النصف مادته ساعتين اذا بدرجة 92 الى 92 ونص، و40 دقيقة اذا بدرجة 95، وتسع دقائق اذا ب 97 ونص. يسوي ريبليكيشن او يضيف قواعد نيتروجينية، عم يسوي لنا ستراند اوف دي ان اي الف قطعة بعشر ثواني، اي يعني بكل ثانية 150 قطعة، هاي بدرجة حرارة 72. اما اذا صارت درجة حرارة 70 مثلا، ايش قد راح يضيف بالثانية الوحدة؟ راح يضيف 60 قطعة. اذا ب 55 راح يضيف شنو؟ 24. اذا ب 37 راح يضيف 1.5 قاعدة. إذا بال 22 اللي حيضيف 0.25، يعني ربع، يعني كل 4 ثواني يلا يقدر يضيف قاعدة واحدة. تاج دي ان اي بوليمريز لما أجي استخدمه بالبي سي آر، فأني شو أحتاج بالبي سي آر؟ أحتاج إلى ماستر ميكس والدي ان اي والبرايمر. والماستر ميكس أكيد تعرفون كل زين، إنه يتكون من هواي مواد، من ضمنها بافر ام جي سي ال 2، يتكون من الدي ان تي بي، وأهم شغلة اللي هي تاج دي ان اي بوليمريز. فاني من هاي كلها دا اشتغلها، فلازم وين لما دا احضر المواد اني مال بي سي ار، بعدني ما اشتغل البي سي ار، ما اسوي ران، ايش لاحظ؟ لازم اشتغل كله اني اشتغل بالايس بالثلج على مود ما يشتغل عندي الدي ان اي بوليمريز ويقعد يضيف قواعد ويصير عندي اخطاء. الدي ان اي بوليمريز اكتيفيتي مالته خلال السيت اب، خلال تحضير المواد، راح يؤدي لي الى كوما شغلات، من ضمنها اللي هي نان سبيسيفيك بي سي ار امبليفيكيشن، ولح يسوي لنا عندنا برايمر دايمر، لح تطلع عندي برايمر دايمر احتمال، او يفشل البي سي ار رياكشن، اي احد الاحتمالات اللي راح تصير عندي. فانا ايش لازم اسوي؟ لازم على مود اتجنب هذا كله اسوي كبح للاكتيفيتي مال الانزيم. اوكي، فالحد ما يجي الفيرست ديناتوريشن، حد ما انا اخليه بالجهاز مال البي سي ار ودوسران، ولح يبدي عندي صعد درجه الحراره اللي هي انيشال او نقدر نقول فيرست ديناتوريشن او انيشال ديناتوريشن، يصعد لي لحد 95. يلا بعدين من توصل 95 وينزل، يلا انه يبدي الدي ان اي بوليمريز يشتغل. فهنا شنو البرودكت اللي عندي هنا اللي هو هوت ستار دي ان اي بوليمريز. هذا الهوت ستار دي ان اي بوليمريز اللي هتكلم هنا على الجوتاك هوت ستار دي ان اي بوليمريز من شركه بروميجا، هو شنو هنا؟ انه هو تاج بوليمري دي ان اي بوليمريز عادي، بس ضايفي له انتي بودي مناسب على مود يسوي بلوك او يثبط فعاليه الانزيم، الاكتيفيتي ما تثبطها لحد ما نبدي بالرن مال بي سي ار، لحد ما يبدي عندي الانيشال ديناتوريشن درجه حراره 95 94. فاني بهاي الحاله اقدر اشتغل مادة التفاعل درجه حراره الغرفه. ليش؟ لان ضايف له انتي بودي يثبط لنا الفعاليه مال الانزيم لحد ما توصل درجه الحراره الاولى اللي هي 95 او 94. مثل ما تشوفون هنا هو الانزيم ومرتبط بالانتي بودي، مسوي له ان اكتف هنا بالروم تمبرتشر عادي، ما يشتغل عدي ولا اي حاجه بي. بس من توصل درجه الحراره الى 95 94، خلال انيشال ديناتوريشن بدايه اول درجه حراره تصعد ل 95 ل 94 راح يصير له اكتف، وبنهاية الحاله راح يجي يشتغل بفعاليه عاليه وما راح نخاف من الاحتمالات اللي راح تصير عندنا. طبعا هنا شنو اللي راح يفيدنا هذا الهوت ستار دي ان اي بوليمريز؟ واحد يسالني
اول شغله انه انا ملح اخاف من انه اشتغل بس بالثلج ومن انتقل من الثلج من الايس الى اضيفه بالجهاز اقول ها خاف صعد عندي درجه الحراره والانزيم اشتغل ويظل ببالي انه احتمال يطلع عندي برايمر دايمر او نون سبيسيفيك. فاول شغله انه هو راح يقلل لنا النون سبيسيفيك امبليفيكيشن، ثاني شغله يزيد لنا السنسيتيفيتي مالته، ثالث شغله يزيد التارجت يلد، راح يصير عندي كميه التارجت اللي راح تطلع عندي بالتضاعف مال البي سي ار. شكرا للمتابعه، ولا تنسون تشيرون الفيديو على متوصل للكل والكل يستفاد. مع السلامه.